الله. الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين القويم وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صفيه وخليله، خير نبي اجتاباه هدى ورحمة للعالمين أرسله. أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. عباد الله. اوصيكم ونفسي بتقوى الله واحثكم واياي على طاعته واستفتح بالذي هو خير ايها الاخوه الاكارم يحدثنا الصحابي الجليل ابو امامه رضي الله عنه وارضاه عن موقف عجيب وطلب غريب حدثها في مجلس من مجالس النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم والصحابه قد التفوا حول خير البشر كانهم النجوم قد احاطت بالقمر صلى الله على معلم الناس الخير ونحن في اليوم الاول من شهر ربيع الانور اللهم زدنا حبا بنبيك المصطفى. وكانهم الاقمار وكانهم النجوم يلتفون حول القمر والرسول صلى الله عليه وسلم يعلمهم دينهم. واذ برجل واذ بشاب يدخل مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول يا رسول الله ائذن لي بالزنا سبحان الله كلام غريب وقصة عجيبة إنسان مسلم يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم إذنا بالزنا أيها الإخوة الكرام لو لم يكن هذا الشاب يعرف ان هناك شفقة ورحمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم واستيعابا له لما اتى اليه وكم نحتاج نحن الاباء والامهات الى رأفة كرأفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنانا كحنان النبي وتواضعا حتى تنفتح القلوب لهؤلاء الشباب. الام تفتح قلبها لابنتها لتسر لها ما يجيش في قلبها، لو لم يعلم هذا الشاب تواضع النبي ورحمه النبي ورأفة النبي لما سأله صلى الله على معلم الناس الخير وما أعظم إيمان هذا الشاب إيمانه يتجلى في أمرين الأول حذره من الحرام بده يأخذ رخصة لو إذا بتسمح لي بتسمح لي ما بتسمح لي لن أقرف الحرام يأتي إلى مصدر من مصادر التشريع النبوة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن أن يقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم وأن يأذن له والله عز وجل قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا والأمر الثاني أن هذا الشاب يريد علاج لقلبه يريد علاج هو في زمن كهذا الزمن زمن فتن زمن مغريات زمن شهوات انظروا ماذا فعل الصحابه وماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم اقبل عليه الصحابه فزجروه وقالوا له مه مه أي أكفف عن سؤالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمح لك ويأذن لك بهذا ولكن الشفيق الرفيق بالمؤمنين رؤوف الرحيم قال لهم أدنوه خليجي وهذه طمأنينة أدنوه وأجلسوه تعال قربوا إلى جنبه صلى الله عليه وسلم ليطمئن كم يحتاج أبناء هذا الزمان إلى هذه الفعلة قلت له تعال يا بابا تعال يا حبيبي مع فعلته مع خطئه مع إثمه مع انحرافه هل ترون ان هناك اعظم انحراف من هذا الانحراف يريد اذن بالزنا والزنا فجور قال ادنوه ثم دنا منه قريبا فجلس هذه اول وسائل الرحمه والشفقه للمحتاج اليها قال له صلى الله عليه وسلم اتحبه لامك قال لا يا رسول الله يعني اعوذ بالله شو امي قال والناس لا يحبونه لامهاتهم ثم قال له اتحبه لابنتك يعني اذا كبرت قال لا يا رسول الله قال والناس لا يحبونه لبناتهم ثم قال اتحبه لعمتك ثم قال له لخالتك قال لا يا رسول الله قال والناس لا يحبونه لخالتهم لخالاتهم نقاش عقلي يحرر العقل المسلوب حوار عاطفي يصل الى شغاف القلوب يقول له كل من ستزني بها ربما تكون اما اختا او عمه او خاله لك او لجارك او لابن عمك او لصديقك او لمسلم من المسلمين النهايه وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره وقال له متوجها إلى الله عز وجل اللهم طهر قلبه وحصن فرجه اللهم طهر قلبه هذه دعوة أدعو بها لأولادكم اللهم طهر قلبه قلب أيام ما بيكون طاهر وحصن فرجه فلم يكن الفتى بعد ذلك يلتفت إلى شيء من هذا أي من الزنا انقاذ من التهلكه علاج وشفاء ودواء وقع على موطن الداء حنان ودفء ورحمه ونقاش واقناع ودعاء مجلس لم يستمر اكثر من خمس دقائق دخل مريضا وخرج صحيحا انها الرحمه انها الرأفه وخاصة بالجيل الذي اسمه جيل الشباب سبحان مقلب القلوب والابصار نداء للشباب ايها الشباب واقول ايها الرجال لانه كلنا بالهوى سوا في هذا الزمان الفتن كقطع الليل المظلم إذا كنت في عصمة عن فتنة النساء فاشكر الله صباح مساء فأنت من عباد الله المعصومين وأنت من العباد الذين اصطفاهم الله في هذا الزمان أنت بيتوتي وعندك زوجتك ولا لك روحة ولا لك جيه أنت إنسان مؤمن كم من انسان وقع في الفتن وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله. رسالتك في الحياه معاذ الله، اذا كنت هكذا فانت من عباد الله المعصومين المؤمنين المتقين. اخي الشعب هذه الفتاة ليسمعوني الشباب والشابات الرجال كل انسان مسلم المعاكسات هذه بداية الطريق هذه الفتاة التي تعاكسها هي فرد من المجتمع ان اغويتها واضللتها ساهمت في ضلال المجتمع ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة إذا أنت عم يعني تشوف مجتمع فاسد ومعظم النار من مستصغر الشرر ربما أنت تكون ذاك الشرر والآن المعاكسة ما عاد في الطريق المعاكسة في وسائل التواصل الاجتماعي وأنت تضع الغطاء على راسك ويظن من هو بجانبك انك نائم وانا عندما اقول الذكور الكلام يسري على الاناث اذا كنت تغوي شاب فانت تفسدين مجتمعا ايها الشباب هذه الفتاه التي تعاكسها والمعاكسه نهايتها تعرفونها كلكم. تبدا بالنظره ثم بالابتسامه ثم بالموعد ثم باللقاء ثم الى ما يحمد عقباه، ما لا يحمد عقباه. هذه الفتاه التي تعاكسها ان لم تكن زوجتك في المستقبل فهي زوجه ابن عمك ابن خالتك ابن ابن خالتك ان لم يكن من ارحامك فهي زوجه مسلم من المسلمين قد اغويتها وربما فعلت ما فعلت وهذا لا ينبغي بمسلم أن يكون سببا في ضلال ربما أسرة في المستقبل. هلا لأنه كلهم سطّر. هلا بتفتح الفيسبوك بيجيب لك تاريخ من خمس سنين فيقرأ سيرتها الذاتية ومن كانت تتواصل معها ويتواصل معها فتنقلب حياة الطمأنينة. إلى حياة الجحيم أيها الإخوة الكرام هذه التي أفسدتها ربما تكون بعد عشر سنين صديقة لزوجتك وتكون سببا في دمار أسرتك إذا مولى زوجتك لزوجة مين أخوك ابن عمك ابن خالك مسلم من المسلمين لأنه اللي بيمشي بطريق الانحراف صعب انه يرجع منه. من كان السبب؟ انت ايها الشاب. فلنتقي الله عز وجل في سلوكنا مع غيرنا. أيها الأخوة الكرام، إذا كان شاب، الحديث للشباب وللرجال وللفتيات. إذا كنت تريد أن تدنس عرض فتاة وهي غير مكترسة مو سألة ما في عقل هل بنت 16 سنة في عقل مع أنه في زمان كان اللي عمره 15 سنة أنجبت طفلا وكان عمره 18 عنده طفلين 20 ربما كان عندها أربعة وتتحمل المسؤولية في الحياة الآن ليس لها هم إذا كانت هي غير مكترثة يا ايها الشاب يا ايها الرجل ما ذنب اهلها ان تدنس عرضهم ما ذنب اهلها ان تدوس كرامتهم اليس لك عرض الا ترضى ان ياتي غيرك فيدنس عرضك ايها الشاب لو خيرت بين الموت وبين ان ياتي انسان ويدنس عرضك في زوجتك لا سمح الله او في اختك ماذا تختار الموت ولا ان يداس على عرضك وكرامتك تختار الموت كيف تقبل ان تذهب وتجعل اعراض الناس العوبه. هي ابوها مسافر في المانيا، وامها مطلقه، تستغل شتات العائله لتشبع نزواتك ورغباتك. ايها الشاب، ما هو شعورك في الحياه، في هذه الحياه؟ وانت قد دنست كرامه عائله. ما هو شعورك؟ في في شعور وانت تمشي بين الناس وتذهب من مكان الى مكان؟ انا اريد من خلال هذا الحديث ان احاكي الظرف الذي نعيش فيه ايها الاخوه الكرام. القاعده المعروفه الجزاء من جنس العمل، كلكم يعرفها. أنت تدوس كرامة الناس، سوف يأتي من يدوس كرامته. أنت تعرض أعراض الناس للهتك، سوف يأتي من يهتك عرضك. وعلم أن الذئاب كثير، المجتمع كله ذئاب، إلا ما رحم ربي. سيأتي ذئب ويفعل ما فعلت أنت مع أقرب الناس إليك هكذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه قال عفوا عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم من يزن في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير دراهم ان الزنا دين فان اقرضته كان الوفى من اهل بيتك فاعلم ان الزنا دين يقول لك الحياه دين وفى ان الزنا دين فان اقرضته اي ان فعلته كان الوفا من أهل بيتك فاعلمي في شاب أو رجل فكر حاله من بني فهمان وما حدا شايفه ومرتب الأمور ويدخل من هنا ويخرج منها هنا وضحك على اللحى وأكلها لحما ورماها عظما أنا أريد أن أسألك سؤالا ماذا تقول في قول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد اليهم طرفهم وافئدتهم هواء ماذا سوف تقول لله عز وجل في قوله وقفوهم انهم مسؤولون؟ أيها الشاب أيها الرجل هل تظن إذا سترك الله مرة هل تأمن ألا يفضحك؟ إذا فعلت فعلة تب إلى الله عز وجل ولا تستمرئ المعصية وإذا فعلتها وكررتها فهذا استدراج من الله عز وجل واعلم أن الله عز وجل يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته أيها الشاب لا تقل لي غلاء لا تقول لي مهر الله عز وجل سند للذي يطلب النكاح ثلاثة أو ثلاث حق على الله عونهم من بينهم الناكح يريد العفاف بس بدك العفاف الله عز وجل لذلك مقولة طالب الطاعة معان وطالب النكاح معان ما بال شباب هذه الأيام أيها الآباء كونوا عونا لأولادكم على تقوى الله تحسن زوجه زوجه ما بتحسن الزوج الأمور صعبة حصنه حصنه بالدعاء حصنه بأن تدعو له في السحر دير بالك عليه من رفاقه الآن الفتن لا تأمن أنت حتى على ولد عمره 12 سنة من رفاقه ولكن حصنه بآيات الله ادعو الله له راقبه لا تتركه من النصيحة لعل نصيحة تنصحه إياها تنصحه إياها تحول بينه وبين الحرام في ساعة إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وأقول للشباب قد بيني الأخنا الحمد لله ما ما وصلنا قل للإنسان اللي قاعد عم يحكي على التليفون على وسائل التواصل وخرج عن حده وعن المألوف هذه هي البداية هذه هي البداية الإنسان لا يقف هنا بده يتابع اتقي الله هل تعلم أنها متزوجة؟ يا أخي أنت تعلم ماذا فعلت؟ أنت دمرتها أولاً ودمرت زوجها ثانياً ودمرت أولادها ثالثا ودمرت مجتمعا صار في بداية الخراب هذا اسمه تخبيب في الشرع يذهب إليها صار يجالسها ويدعوها إلى عشاء أو غيره يقنعها يقنعها بماذا؟ بأن تترك زوجها يقول لك أنا ما بدي حرام هذا هو الحرام بعينه بدك تدمره وتدمرها وتدمر اولادها من بعدها ليس منا من خبب امراه على زوجها ايها الشاب اريد بعد هذا كله بعد الموعظه موعظه بعشرين 20 دقيقه واكثر عندي خطبه الجمعه لا تكن ممن قال الله فيهم واذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد كل الموعظة تسمع نقطة من أول السطر من اليوم بنات الناس مش العوبة جارتك مو العوبة صديقتك في العمل ليست العوبة هذا الزمان الآن صعب زمن الفتن صار الناس يستغلوا ضعف الناس صارت امرأة تعمل بخمسة وعشرين ألف ليرة للحاجة أبوها مسافر ربما زوجها مغيب ويأتي ويستغلها الذئب والذئب والذئب مجتمع كثر فيه الذئاب اتق الله عد إلى رشدك إذا رضي الله عن عبد جعل له واعظا من نفسه بصير لحاله بيتقي الله اتقوا الله في نساء المسلمين اتقوا الله في نساء المسلمين أيتها الفتيات اتقين الله عز وجل في شباب المسلمين كمان الصورة يعني ممكن أن نحكيها من الجانب الآخر عفوا تعف نساؤكم في المحرم وتجنبوا ما لا يليق بمسلم من يزني في بيت بألفي درهم في بيته يزنى بغير دراهم أكثر من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا كان يقول الله يستر على بناتك هيك كانوا يدعو الله يستر على بناتنا وعلى شبابنا الله يجيرنا من الفضيحة اللهم استرنا بسترك الجميل وارزقنا حسن الخاتمة أيها الآباء أيتها الأمهات كونوا رحمة لأولادكم نحن في شهر ربيع أنا صحيح بدي أحكي عن النبي عليه الصلاة والسلام لكن هي الحديث عن النبي عن رحمته انظر رحمته بالشاب افتحوا صدوركم لأولادكم أجلسه بجنبك قل له حاوره كما حاور النبي صلى الله عليه وسلم بيجيك ولد بيقول أريد أن أتزوج هذه بالضرب ما حيمشي الحال وإذا رميته من النافذة كمان ما يمشي الحال أجلسه وأقنعه وحاوره فإن عجزت عنه فأرسل له من له عقل حصيف بالمحبة والرحمة والشفقة داواه صلى الله عليه وسلم لذلك كان عنوان الخطب اليوم أترضاه لأختك عندما سمع الأخت إنما وقف مذهولا وعاد الى رشده صلى الله على معلم الناس الخير اقول قولي هذا واستغفر الله